أقر البرلمان التركي اليوم قانونا يمنح السلطات صلاحيات أكبر لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي لحماية المستخدمين. القانون يفرض على شركات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل فيسبوك وتويتر فتح مكاتب تمثيلية في تركيا للتعامل مع الشكاوى ضد المحتوى المنشور على منصاتها. الحكومة قالت إن التشريع ضروري لمكافحة الجرائم الإلكترونية، فيما قال نواب المعارضة في البرلمان إن القانون سيحد من حرية التعبير. ينضم إلينا من اسطنبول مراسلنا عدنان جان. عدنان أهلا بك، لو تضعنا في تفاصيل هذا القرار الذي من شأنه طبعا حسب الكثير أن يزيد رقابة السلطات على منصات شبكات التواصل الاجتماعي وهذه المنصات، وأيضا قد يؤثر بشكل أو بآخر على حرية التعبير، وهناك تخوفات كبيرة، ما هي التبريرات في هذا الموضوع وموضوع تضييق الحريات؟ أحمد، خلفية هذا القرار الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية يعود إلى أن هناك بعض الشتائم وجهت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لابنة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبعد هذه الفضيحة كما أعلنتها الحكومة التركية تقدمت بمشروع قانون إلى البرلمان التركي لتنظيم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا هذا القانون دعمه حليف حزب العدالة والتنمية وهو حزب الحركة القومية اليمينية المتحالف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبالتالي تم تمريره وبسهولة داخل قبة البرلمان التركي. لكن هناك تحفظات كبيرة من أكبر أحزاب المعارضة التركية وهو حزب الشعب الجمهوري الذي اعتبر هذا القانون بمثابة تقييد للحريات العامة ومراقبة المحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي وتقييد حرية النشر. طبعا بحسب هذا القانون الذي تم إقراره سوف يتم الطلب من الشركات العالمية الكبرى كتويتر وفيسبوك وجوجل ويوتيوب أن يكون لها ممثليات في داخل الأراضي التركية للتعامل مع الشكاوى التي يتم تقديمها فيما يتعلق بالمحتوى المنشور على هذه المواقع، وفي حال لم يتم الاستجابة أو في حال تم مخالفة هذا القانون من الممكن أن تفرض الحكومة التركية غرامات على هذه الشركات تصل إلى $1,000,000 أمريكي. نعم. طبعا هناك أيضا بعض الأصوات التي تقول بأن هذا القانون أيضا يستهدف الأصوات المعارضة للحكومة التركية بهدف تقييد النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي هو فتح باب جديد للسجال داخل تركيا بين الحكومة والمعارضة حول الحريات العامة وحرية النشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وطبعا التخوفات حول حرية الأشخاص وحرية التعبير. شكرا جزيلا لك من اسطنبول مراسلنا عدنان جان.